أحبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. طبعا هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي اللي انتهت منذ لحظات قليلة بأداء مخيب للأمان من الفريق المصري وتشكيل سيء من السويسري مارسيل كولر. أنا بس عايز أتكلم على مارسيل كولر شوية، عايز أقوله لو عايز تمشي امشي وما تكرهناش فيك، انت مدرب كويس وعملت انجازات مع النادي الاهلي، لكن اللي انت بتعمله ده يدل ان انت بتقول للمسؤولين داخل النادي الاهلي ابوس ايديكو مشوني. فعايز تمشي امشي، بدل ما تضيع الاهلي وتضيع مننا البطولة امشي. النهاردة مارسيل كولر بيقدم سابع مباراة او سادس مباراة لي على التوالي أداء سيء سيء سيء. آخر 6 مباريات للنادي الأهلي، الأهلي كسب 3 وخسر 2 وتعادل 1. آخر 6 مباريات الأهلي كسب 3 وخسر 2 من البنك الأهلي والزمالك وتعادل 1 مع زد. الحقيقة أداء النادي الأهلي أداء مش مطمئن بغض النظر عن النتيجة وعن أي شيء. أنا شايف إن النادي الأهلي أداؤه بقى سيء، ومن سوء لسوء، ومن أوحش لأوحش، وكل ده مجلس إدارة النادي الأهلي مش عايز يتحرك وعايز يفهم إن مارسيل كولر بيكره الدنيا كلها فيه علشان عايز يمشي. أنا بقول لكم بنسبة 80% مارسيل كولر خارج النادي الأهلي الموسم القادم. مارسيل كولر عمل زي ما عمل ريني فايلر. فايلر اول ما جه عمل طفرة مع النادي الاهلي وكلنا نشهد بكده. بعد كده فايلر نفس اللي عمله مارسيل كولر، قالك انا همشي ولعب، وبعد ينزل بتشكيلات سيئة عشان مجلس الادارة يمشي. انا بقول لمارسيل كولر لو عايز تمشي امشي بدون كلام وبدون اي حاجة وبدون ما تكرهنا فيك وبدون ما تخلي النادي الاهلي شكله سيء بالطريقة دي في الكرة الإفريقية، والنادي الأهلي هو سيد الكرة الإفريقية. ده صعب، صعب جدا. عايز أتكلم على نقاط القوة والضعف في النادي الأهلي. النادي الأهلي سيطر على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، ولكن الضغط الجماهيري والشغف الإعلامي في مازيمبي عامل ضغط كبير على لعيبة النادي الأهلي. انا عايز اقول لمارسيل كولر، انت هو انت ايه اللي هيجرالك لو انت تبدا بتشكيله لعيبه بتعرف تلعب كره، يعني لعيبه تديك نتيجه، لعيبه تسيطر لك على المباريات، لكن انت مصر ان انت تشرك ناس او تفرض علينا ناس احنا مش عايزينها تتفرض علينا. الحقيقه يعني الحقيقه احنا مش عايزين الناس دي تتفرض علينا، انت بتفرض علينا ناس بالعافيه، يعني هيلعبوا يعني هيلعبوا. النهاردة النادي الأهلي في الدقيقة 15 كان ليه هجمة خطيرة جدا، ولكن رعونة بعض اللعيبة وعدم توفيق ما حصلش حاجة. لكن النادي الأهلي الحقيقة أداؤه ما يطمنش بغض النظر عن أي شيء وبغض النظر عن النتيجة. أنا بتكلمش في نتيجة دلوقتي، أنا بتكلم إن النادي الأهلي يخوف، مش يخوف إن هو قوي، لا، النادي الأهلي طول عمره قوي، ولكن اللي بيحصل من اللعيبة ده خزلان. اللعيبة بتخزل المدير الفني، وده بسبب ايه؟ بسبب ان المدير الفني ما عندوش عدل، ما بيطبقش العدل. لعيب الفني يعني مدير فني بيحب ويكره، اللي يحبه يديله زي مودست كده وزي طاهر محمد طاهر، اللي يحبه يديله، اللي يكرهه يبعده زي كريستو زي عبد القادر وزي الناس دي. ايه المانع انك تبقى مدير فني محايد؟ المانع انك تبقى مدير فني ان انت تحب اللعيبة كلها وتخلق تنافس بين اللعيبة كلها. محمد الضوي كريستو ده اللي انت دمرته داخل النادي الاهلي ده جاي وهو اساسي في منتخب تونس ومكسر الدنيا في تونس، جيت انت هنا دمرته، قضيت عليه يعني بكل حاجة. انا مش قادر افهم ولا اعرف ليه مجلس ادارة النادي الاهلي حتى الان يعني متمسك بكولر. كولر بيقول لك مشيني، ما تمشي يا سيادة يا كابتن محمود. يا كابتن محمود جماهير النادي الاهلي ما عندهاش استعداد ان احنا يجينا الضغط،
بسبب راجل زي ده. اه هو كويس ويعني قرايته الفنيه للمباراه كويسه، بس خلاص الراجل دلوقتي بيعمل صفحه سودة مع النادي الاهلي عشان مجلس الاداره يقول له يلا بالسلامه، لا مش هتكمل. طب ما يمشي من غير حاجه، ما يمشي من غير ما يضرني، ما يمشي من غير ما يضايقني، ما يمشي من غير ما يزعل جماهير النادي الاهلي منه، ما يمشي من غير ما يجيب لنا الضغط. ما هو مش هينفع كده، مش هينفع يا كابتن محمود ان كل مباراه نقعد نقول الاداء سيء، مش هينفع ان كل مباراه نقعد نقول التشكيل غلط وكمان بيتاخر في التغييرات. يعني هو يعني مارسيل كولر ده هو شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ يعني هو شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ اللعيبه اللي معاه، كم اللعيبه اللي معاه دي كلها، سيبك من الغيابات، الغيابات في اللي يعوضها. يعني هل هو مثلا يا كابتن محمود هو شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ يعني 6 مباريات سيئه عمرها ما حصلت في النادي الاهلي، 6 مباريات تكسب 3 وتخسر 2 وتتعادل 1، ده عمرها ما حصلت، يعني عمرها ما حصلت. لازم يا كابتن محمود يكون ليك تدخل، لازم يكون ليك تدخل، لازم يبقى في عدل في الفرقه، لازم الكابتن سيد عبد الحفيظ، انا مع احترامي الكامل للكابتن خالد بيبو، لازم الكابتن سيد عبد الحفيظ يرجع، لان اوضه اللبس ما عادش فيها سيطره، اوضه اللبس بقى فيها مشاكل، وده سببه ان الكابتن خالد بيبو لا بيهش ولا بينش. كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيقف على الخط، اللعيبه بتترعب. كابتن سيد عبد الحفيظ كان الغلطه من الحكم كان بيقف ويشخط ويزعق ويجيب حق النادي الاهلي، وده اللي كان منجحه مع النادي الاهلي، انه ما بيسيبش حق النادي يضيع، وهو ده اللي المفروض يحصل. يعني ده اللي المفروض يحصل يا كابتن محمود، لازم تتحرك، لازم تعمل حاجه، لازم يبقى في حاجه، ولازم يبقى في يعني لازم يبقى فيها، اقول لك ايه، لكن اللي بيحصل ده ما ينفعش. حقيقي اللي بيحصل في النادي الاهلي ده كتير، وجماهير النادي الاهلي مش هتستحمل اكتر من كده، جماهير النادي الاهلي يا كابتن محمود مش هتستحمل اكتر من كده. الجماهير دي متعوده على البطولات، الجماهير دي متعوده ان هي تاخد بطولات، مش متعوده ان هي تخسر او تخرج من بطوله او تخسر في دوري او تخسر. الجماهير دي ما اتعودتش على كده، وانتم اللي عودتونا على كده، انتوا اللي عودتونا ان احنا نكسب ما نخسرش، ان احنا نقع ونقف بسرعه ما نقعش. لازم يا كابتن محمود يكون ليك تدخل، لازم يكون ليك قاعده مع مارسيل كولر ويقول له كده ما ينفعش، لو عايز يمشي يمشي، لكن بسوء الاداء ده وسوء التنظيم داخل الملعب ده والتشكيل الغلط والتغييرات المتاخره، كل ده مش في مصلحه النادي الاهلي. دي البطوله المحببه لينا، ان يحصل فينا كده في نصف النهائي يبقى ده غلط، غلط فعلا فعلا فعلا. عامه انا مش هتكلم على نتيجه، لسه في مباراه تانية في القاهره، انا مش هتكلم اكتر من كده ومش هطول على حضراتكم الحلقه اكتر من كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تقولوا لنا من وجهه نظركم ايه رايكم في تشكيل النادي الاهلي النهارده، وايه رايكم في اداء النادي الاهلي النهارده، وايه رايكم في قياده مارسيل كولر للمباراه النهارده. كل ده عايز اسمعه من حضراتكم في التعليقات ونتناقش فيه مع بعض. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية، استنوني في فيديو قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.